عسلامة مدام، عايشك 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 لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. صافي مرحبا بيك. عايشك عايشك اختي، بالاول سمعت لهجتك هكا من الجنوب، فرحت بيك على الاخر ان شاء الله. تحيه لاهالي الجنوب الكل. عايشك. انت منين بالضبط؟ اني من عرام، كانت اسمي بعرام في جيبس. جيبس تابع طريق مدني. بالنسبه معناها السنين رمضان عجبني، باهي ماهوش خايب وكل شيء. من ناحيه شنو بالضبط؟ معناها مليك هيك خفيف. مدام انت توا عندك بيبي، ما نجمش نصوروه وفي نفس الوقت انت اونسانت، ان شاء الله ربي يوصلك بالسالم. ما يسالش. معناها تمشي الجيبس ولا لا؟ نمشي ماشي يا سني، معناها ماشي في العيد، ماشي ليله 27 باش نطلع على الوالده وكل شيء، نعب الدوره وكل شيء على اهلي وماليا وهكا الحمد لله. كيفاش مقسمه نهارك في رمضان؟ هكا مع الحمل، مع هكا تعب بالنسبه للحمل في الاول معناها تقلقت برشا، اما في هدايا صافا، ما ترى لي حتى شيء، جوي باهي وكل شيء. نسكن زادة مع خالة راجلي، ناس طيبة، مرأة طيبة، معناها مش خايبة، كل شيء ربي يكفر منها الناس، مرة الفوق مرة لوطة الواحد، والحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله. راجلي زادة يخدم في البنك عساس، تو ديجا خليتها راقد وكا الحمد لله، قال لك ربي مع الزوالي. مدام بالنسبة لرمضان في جيبس ورمضان في تونس، شنو الفرق بيناتهم؟ لا لا في جيبس أحلى، باهي في جيبس غادي. مازال فما ريحة رمضان في جيبس ولا؟ صحيح، هني ما شميت حتى ريحة. هني والله في الحوم هكا العربي هكا تشم كمان شوية ريحة رمضان في تونس زايدة. صحيح فما صحيح، سلطة مشوية وكتزيني الكل نشم فيها. اي فما ريحة الحلو خاصة هوني في الربط معناها. لا فما كل شيء، فما كل شيء. إن شاء الله رمضاننا مبروك وكل شيء والحمد لله ورضاك يا رب. إن شاء الله الدنيا تتحسن زايدة، جيبوا لنا السكر. جيبونا الروز. ما عندكش سكر في الدار؟ لا لا ما عنديش، نشري في الطوابع. نشري في الطوابع ان شاء الله يجيبونا السكر على الاقل. عندكم في جيبس عادات وتقاليد مختلفه على تونس في رمضان والعيد ولا شنو هو مثلا؟ خلينا نتبادلوا الثقافات. لا لا غادي احلى، معنا فما كل شيء غادي. طيب وعلى حطب نعملوا برشا فازات، غادي باهيه جيبس حتى هني باهيه. شنو الحاجات اللي طيبهم على حطب؟ والله يطيبوا معناها هيك طاجين على حطب الطوا، والله التو طيبوا فيه، والله طيبوا على السلطه مشويه. هني زاد ما يحبوش على الكانون وكل شيء. شنو هو سر بنت الماكله على حطب مالغري في الفور تشيب فيسا؟ عندك الفور فيسا فيسا، عندك الملوخيه، حتى الملوخيه باهي تصيب على حطب. الملوخيه عندك الف حق. هي الملوخيه باهي سله سله. ايه الملوخيه عندك ملوخية زادة، اللوبيا، حتى اللوبيا معناها بالكرعين حتى هي باهية معناها تطيب كل شيء. الماكلة المعروفة بها جيبس شنو؟ والله كسكسي، كسكسي ملوخية لوبيا شنو الآخر يا ربي، طبيخة كانت تعرفها بتاع المرا النافس هكا، الحمص وكا العدس وكا الفزات حتى هذيك طيبوا فيها وكا. كيفاش نميزوا؟ لحظة مدام بالحق ولا سؤال في بلاستو، كيفاش نفرقوا ما بين الملوخية والحنة كي نغزلوا لها هكا من برا؟ انت تفرق ولا لا؟ لا عادي مستانسة، معناها الملوخية تولي وحدها والحنة تولي وحدها، معناها يتعرفوا يقمروهم هما بحاجة، معناها يكتبوا الملوخية وحدها والحنة وحدها. انت جبسية كي تشوف الملوخية والحنة تعرف لي ديك ملوخية وديك حنة؟ نعرف من خلال شنو؟ لا نعرف نعرف، نشمها انا عم فازيت نشم ريحتها، تحسهم نفس الريحه. احنا كيفاش نجمو نميزو بيناتهم مثلا؟ كيفاش معناها احنا كي نغزروا ما نفرقوش؟ مش الناس الكل بيميزوا مع بعض، كيف ما تميزش مثلا؟ كيفاش نعملوا باش نوليو نميزو؟ معناها تفبتي هيك ملوخيه وهيك حنا. ايه فما اللي غلط، اما لازمك تهزي شويه كي تشمها وكها، كانها ملوخيه تاخذي الملوخيه، كانها حنا خذي الحنا. اللون ما يختلفش؟ لا لا هي تولي غامقه برشا خاطر الحنة وكل شيء، الملوخيه تولي زي بيضه شوي. الخضره خضره هذيك حنة. ايه خضره حنة. شنو طيبوا في اعيادكم؟ والله نطيبوا شوربه كسكسي هكا ديما نطيبوا فيه، احنا نحبوا برشا الكسكسي، نطيبوا معناها الشوربه وكسكسي وبريك. ليلة بريك ليلة معناها نطيب وطاجين كل مرة، كيفاش سلطة مشوية سلطة خضراء في الليل مؤخر، زاد نشعلوا كالكانون نطيبوا كاستي معناها جابسي كل شيء على الكانون، عجعجوا شوية بخور كاستي أخضر. عندكم أجواء حلوة؟ إيه نطيبوا كاستي، إيه نعملوا برشا جو، يجوا حذانا ذرة عمي ذرة خالتي، نجمعوا كلنا مع بعضنا، أضحك أضحك قير قير. وبعدين شنو تعمل هذا في تونس هذا؟ في جو هذا في تونس مانس هناك برشا. كيفاش تعمل؟ والله ما هي ولدي الكذبة
الراجل ديما يخدم في الليل كل شيء، ولدي نبقى عامل جو يخدم في الليل يخدم في الليل وما يلبقاني ولدي برد حماتي تخدم في ولدي الليل واني نسكن مع خالف راجلي. عطيتني معناها حماتي كبيرة حاشية فيها راسي الحمد لله والله. لا مرا طيبة باش باهي وخايب في كل بلاصة والله، باهي وخايب في كل بلاصة. إن شاء الله تونس تتحسن إن شاء الله. شنو الحاجات اللي نقصدك في تونس؟ مع المواطنين الكل. هل عندك مشكلة مع المواد المفقودة مثلا؟ لا والله، لا والله الحمد لله راجلي زاد أنا نقول عليه جيبهولي والحمد لله وداك وكا هو الحمد لله. الحاجات المفقودة كيفاش توفرهم؟ إيش معناتها ما فهمتش؟ الحاجات المفقودة معناتها تقول لي حاجة ما عنديش وكل شيء. الحاجة المفقودة يعني كيما السكر ما فماش. ما عندناش لك الباك التوابع، نخبي شوي ونتركن شوي نطيب شوي وهي ماشيه فهمتي. هكا في الليل هذاك كل ليله قهوه نشربها، هيك قهوه خفيفه ما نكفرش السكر خاطرتيني حبله كل شيء. قالت تبي مش باهي على البيبي كل شيء ما نكفرش السكر، نرمي زوز توابع لحميه غذائيه خاصه توا بمناسبه الحمل. اي والله ديما معناها سليطه، نعمل سلطه خس وبسباس بسباس هذاك روحي خاطيني عندي الغاز وكل شيء، ونطيب زاد الشربة جارية هيك ناكلها وكل كسي تاك ناكلة مش باهي معناها عجيب حاجة خفيفة. في السهرية نعمل كريمة نعمل فاضي نعمل صفوف بالحليب كل مرة كيفاش الواحد. بما أنه زوجك يخدم في الليل مدام معناها ما يشقش فترة معاكم؟ لا يشق فترة معايا وبعدين يمشي يخدم، يخدم بحذا المونغالة. لا الحمد لله، لا الحمد لله يخدم على الساس في البنك كمل خدمة نعبي للمسفوف باكو حليب بيبي زامي ويخدم على الواحد وربي يفضلوا لي راجل طيب ياس واخذ ابيض على قد قلبي ما شاء الله. واخذ ابيض هنا مش اسمر والله، حتى الاسمر ما حليه سيده الاسمر باهي مش نقسمه ونخلطه نخلطه ونقسمه بلوتو مكتوب وكاو مكتوب. انت ما تخدمش مدام؟ قلت نخدم انا كل مره يعيط لي حد معناها نمشي ندبر راسي 30 40 كي تحكي فارغه قال لي شد الدار انا شد زوجك. هو اللي قال لك شد الدار اش تخدمي وكا تو برك قلت مشيت قضيت تلوشت واني مروحه على روحي وكا. مقسمين الادوار، زوجك يخدم على روحه وانت اللي هي بالشؤون المنزليه وتربيه ولدك. انت ديجا ما دام ما تنجمش تخدم توا خاطر عندك بيبي بخلاف انك حامل ان شاء الله ربي يوصلك بالسهل يعيش ان شاء الله تطلع لي بنيه ونسميها فاطمه. امين يا ربي. بما انك تحب بنيه ان شاء الله تطلع لك بنيه. هو اللي يجي مبروك راهو المهم نعمه الانجاب. مالي نستعمل فيك الزرارق نتاع الدم الجامد، يعني عندي الدم جامد في بدني وكل شيء نستعمل في الزرارق. اما الحمد لله شاري لي راجلي الحمد لله ان شاء الله ربي يخليهولك ان شاء الله ربي يهنيك. نخلي لك الكلمه الاخرى كان تحب تقدم تحيه لعائلتك والا لزوجك. نحب امي وبابايا برشا وعندي اخواتي زاد معناها في الحبس وكل شيء، ربي ربي يخفف عليهم وكل شيء وراني نحبهم برشا برشا. ونسلم على امي ومرت خويا وتونس كامله حماتي ودار حمويا والكلهم وربي يسهل لي الراجل معناها خدمه اقوى كل شيء وراني نحب تونس برشا. امين يا رب.